مدينة القدس وبلدتها القديمة، محاولات الاحتلال الإسرائيلي والزمن محو طابعها الأصيل المحفور على حجارة المدينة ومبانيها. وللحيلولة دون ذلك، نفذت مؤسسة التعاون برنامج القدس لإعمار البلدات القديمة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. اشتمل البرنامج منذ تأسيسه على 4 مكونات رئيسية يجري تنفيذها بشكل متوازن لتحقيق عملية إعمار وأحياء متكاملة تتجاوز أعمال الترميم والتأهيل للمباني، لتشمل برنامجاً للتدريب وبناء القدرات في مجال الحفاظ على التراث، وبرنامجاً خاصاً للتوعية الجماهيرية، بجانب برنامج للتوثيق والأبحاث. برنامج القدس تأسس في عام 1994 بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الهدف منه كان حماية الموروث التاريخي والثقافي والمعماري في البلدة القديمة في القدس، والهدف أيضا كان تعزيز صمود المقدسيين في تلك الفترة في القدس، لأنه المقدسي كان بيعاني من ظروف سياسية صعبة جدا وما زال يعاني، وبالتالي كان لابد من دعم صموده وتعزيز صموده حتى أنه يبقى في بيته ويبقى في البلدة القديمة لحمايتها وحمايتها من الخطط الممنهجة اللي بيمارسها الاحتلال ضد المواطن المقدسي في البلدة القديمة في القدس. وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ضمن منحة 50 مليون دولار لعام 2017، قام البرنامج بتنفيذ عدة مشاريع ونشاطات في البلدة القديمة في القدس ضمن مكونات الترميم والتوثيق والتدريب. وكان للصندوق العربي دور كبير في دعم وترميم المباني التاريخية وإعادة تأهيلها وصون تراثها المعماري، إذ تم ترميم عدد من المباني التاريخية والبيوت السكنية والمحال التجارية والساحات العامة، يتم استخدامها من قبل قاطني البلدة القديمة ومحيطها لإعادة الروح والحياة لها من جديد، كما هو الحال مع مشروع إعادة تأهيل ساحة الأميم في البلدة القديمة في القدس، والتي تم إعادة تأهيلها بتمويل من الصندوق العربي وحمايتها من الاستيلاء من قبل الاحتلال. من ضمن المنحة في جزء حماية الموروث المعماري في القدس، وإحنا اشتغلنا فيها لتأهيل أرض الأميم التابعة حالياً لبرج الأقلق. كتير الناس فرحانين وأثرت فيهم، لأنه إحنا حمينا الأرض هذه من المصادرة وعملنا على تأهيل منطقة كانت مكب نفايات وكانت في مرحلة ما ممكن كانت تروح وما ترجع لإلنا. عادت الحياة إلى أحياء المدينة المتداعية دون المساس بطابعها التاريخي والتراثي. يمكن هذا البيت له 100 سنة ما ترممش بالمرة، كانت التهوية فيه كتير سيئة، المجاري ما كانش فيه مجاري، المواسير وسلوك الكهرباء كانوا طالعين برا. الحمد لله رب العالمين هلأ بيتنا صار بجنة، حلو كتير مبسطين فيه كتير. من ناحية سوونا الحمد لله رب العالمين أشياء كتير منيحة وكتير صحية، ما صابوش ولا إشي أثري في البيت، حافظوا على كل أوسة على كل حجر فيه، ما عملوش أي تغيير بالأثار فيه، بالعكس حسنوها للأحسن. كما ساهمت المنحة في إعادة تأهيل وترميم المكتبة الخالدية في القدس وإعادة الحياة بين رفوفها وأروقتها، وساهمت أيضاً بإعادة تأهيل وأحياء البلدات القديمة في محافظة القدس في كل من قلنديا والجيب وجبع وكفر عقب في تدعيم وترميم وقائي لحوالي 20 مبنى وتأهيل أولي لمساحات وفراغات خارجية. لم يغفل البرنامج أهمية نقل المعرفة إلى العاملين في مجال الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي في البلدات القديمة، فقد تم عقد 14 دورة تدريبية للعاملين في مجال الترميم للتعرف على أسس إدارة المواقع التاريخية وتقنيات الترميم المعتمدة. هاي الدورة لشك أنها أعطتنا دفعة في حياتنا الهندسية وتطوير لموضوع حياتنا الهندسية في الحياة المستقبلية بشكل عام، إضافة لأنها زادت الوعي عندنا نحو المباني الأثرية الموجودة عندنا في البلد وحمايتها وكيفية حمايتها من أنفسنا ومن الاحتلال بشكل عام. ولحفظ هذه المباني وهويتها في ذاكرتنا، تم إعداد العديد من الدراسات التاريخية والنشاطات والزيارات التوثيقية للمباني التاريخية.
توفر أكثر من 20,000 يوم عمل للمقدسيين وغيرهم من خلال الترميم، وتدرب من يهتم بإعمار وإعادة ترميم المباني القديمة، كما تم توثيق المباني التاريخية وقصصها. كل هذا ضمن جهود برنامج القدس لإعمار البلدات القديمة الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع التعاون.